كي نقول لك انا اعوذ بالله من كلمه نعرف الفوتبول، نعرف الفوتبول مش عيب، شي هذا يتكسل ولا وحاط روح، نعرف ربي رزقني نشوف جوار نقول لك هذا الروح بيبعد وغلط مالغري توت اكسبيريونس تاعي. اي جي مي سو ترامبي بارفو في دي ريكروتمون، نجيب لك 10 لاعبين نغلط في زوج ثلاثه ندير اخطاء، لازم الاخطاء، لو ريسك زيرو نيكزيست با دون لا في، ما كانش الخطأ هو الذي يصحح وتصل للمنصة. وما يعرفوا الخبرة، يقول لك الخبرة هو عدم ارتكاب أخطاء الماضي، سي سا ليكسبيريونس سي تو، لا يقول لك هذا وعنده ليكسبيريونس، بس كيعقب على الأخطاء هذو ولا ما يديرهمش، هذه هي ليكسبيريونس تماما. نترك التحدي العباس، نفتح ملف الكأس الجزائر، خاصة من بعد أيام فقط تكون دور الثمن النهائي كأس الجزائر، السيدة التي يعشقها أيضا عبد الحكيم سراوي ويعشقها أنصار الفلسطين وكل الجزائري، كيف نرى المباراة الثمانية على سبيل المثال الأندية التي هي مرشحة على الورق مثل شبيبة القبائل، غيرها من الأندية وفاق سطيف، شباب قسنطينة، مولودية سعيدة. شوف أختارين أنا رب العالمين يعني كل شيء بفضل الله، أنا لحقني ربي، أنا خديت كأس كلاعب وكرئيس، خديت بطولة كلاعب وكرئيس، خديت ألقاب، خديت كأس إفريقيا كلاعب، وصلت النهائي كرئيس، يعني جبرت لدوبل كاسكات، أرتدي القبعتين، سدي ندخل لك في لباس تاع لاعب، نقول لك اللاعب واش راه يحس وهو التصور تاعو كيفاه، وندخل ندير الماسك الآخر تاع موسية، نظن المسير اللي يقول الهدف تاعي هو كأس الجمهورية هو لا يدخل كرة قدم، يقول أن الهدف اللي سطرته هو كأس الجمهورية، هذا ما يعرفش كرة. لأن كأس الجمهورية من اللي خلقت الكأس ككل هي اللي تختار الكأس ككل، ما نقولش كأس الجمهورية، سا سي دوفيز انترناسيونال العالم كله، دونك لا كوب الباش وزير شكون يديها، ولكن الملامح تاع فريق يمشي للكاس تبان حسب القرعه، لان بالنظام الجديد واللي انا ضد النظام الجديد تاع البريميتيري يلعب في بلاده، انا ضده وحبيت نحاربه في اكثر من مره وفشلت فيه، لان لما في اوروبا يديروا البريميتيري اللي يسحبوه الاول يستقبل في بلاده باسكو يمدوا فرصه للبتيت فيل البلديات صغار والدوائر صغار باش يستقبلوا انديه كبيره ولاعبين اللي يلعبوا في الفريق الوطني باش ياخذوا معاهم الصور التذكاريه ويديروا حفل كبير وعندهم مداخيل تاع الملعب ويفرحوا ويربحهم الفريق. انا لما كنت لعب في المانيا كنت لعب في لاماتور وبرليغا تماك الثروازيام ديفيزيون تاع فرنسا، طحنا كوب دالجيري مع انتراخت فرانكفورت فريق قوي، كان وقتها يلعب ايبو الغاني وذاك، عطاونا 7-0 بصح الناس كل تسلم على بعضها ولي جوار تاعو حنا يجريو باش يصوروا معاهم وياخذوا صور، هذا فكر تاع تقارب وروندر سيرفيس وبيتي دي الفكر هنا في الجزائر باش تروح للبريميتير يلعب في بلاده ما تقبلهاش، لان انا مازال ما شفتش فريق يجبدوا له فريق قوي عليه من جميع النواحي يقول لك سمانه هذه الربحه ولا القذر نربحوا كيما كان الحال، ومن بعد يخسر الفريق هذا بالامكانيات التقنيه تاعو ما عندوش الامكانيات باش يتجاوز هذا الفريق، يخسر يخرج برا يكسر الفروج والبوطو وبدون تعز بالجماعه اللي ما كانوش في الصطاد هذو مره. ماذا ما نقولوش فضل المدينه الصغيره، مادام عندنا احنا مادام عندنا حنايا هذاك الحماس تاع حتى تلعب بالدرجه الرابعه تعرف غير الربح، لازم نربحوا لازم نربحوا، اذا لازم نروحوا للميدان المحايد باش كل واحد يروح منا والاخر يروح منا، السيبورتر اللي يربحوا يروحوا من واللي يخسروا يروحوا من، ولا تيري ناطر رايح يكون ناطر كنا لانتلتي، اما تيري اليوم يكون معك الحظ تجيب انديه صغيره وتلعب في بلادك تساعدك هذا فورميل، الغدوة تيرا جسور يجبدك الدور الأول مع فريق كبير وتلعب في بلاده وتخرج من الدور الأول وتولي تقول لا فورميل، إذا لما يرى فورميل سلا نظرتي. نرجع لك المباريات دوك مثلا اتحاد شاوية مولدية الجزائر يلعبوا مع مولدية الجزائر،
اتحاد الشاويه منتشيه بالفوز الاخير على المسرح السنداي بالنتيجه والاداء. عندهم مدرب الذي اعتبره انا من احسن من خير المدربين في الجزائر دكتور الحاج منصور. المباراه راح تكون صعبه وصعبه كثير على مولوديه الجزائر. صعبه نقولها لك مازالت ما تلعبتش راح تكون صعبه. واتحاد شوية ما عندهم يخسر لان فريق راه يلعب من اجل الصعود وعنده مباراه كاس مع مولوديه الجزائر العميد نربح الناس شعبه راح يفرحوا به. الاخسر يبقوا يشجعوه ويقولوا له الاداء تاعك والقدره تاعك تسمح لك باش تطلع القسم الوطني الاول لازم نقفوا راه الفريق. اذا نقول مباراه مفخخه واتحاد شويه اكثر حظ بالفوز بهذه المباراه. لان نعرف حاج منصور كيفاش حل اللاعبين كيف التصور التكتيكي تاعو. انا نظن هما انا نرشحهم هما اللي يفوزوا بالمباراه اتحاد شويه. عندنا مباراه ثانيه مقرا و مولوديه وهران. مقرا يعني كي نقول لك انا جيسي فور لا نيتراليتي. مقرا حابين يلعبوا في الصيف لان مسيلة عاصمة الولاية هما دائرة تاع مسيلة دونك تسمى كل يحزوهم هادو يجيو ولو ما يفرحوش بهم كون يجيو يربحو تم. انا نعرف جماعة من مقرا وقالوا لي طلبنا باش نستقبلوا مولودية وهران في الصيف. من ضمن الامكانيات التقنية تاع مقرا ما نظنش يتجاوزوا مولودية وهران. يعني مولودية وهران راح تمر الدورة. قتلنا شبيب القبائل مولودية سعيدة نفس الشيء. يعني شبيب مولودية سعيدة فريق متواضع هذا الموسم يعني أو بعيد يعني 10 نقاط على الأول. نظن باللي والملعب كبير باسكو دي فوا لي بارامتر هادو سان امبورطون دون زي ماتش دو فوتبول. صاد كبير وغازون ناتيرال. نظن باللي شبيبة القبائل راح تكسب الرهان وتمر للدور. عندنا عين فكرون مع بوسعادة نفس مباراة مولودية الجزائر. نظن يعني عين فكرون حاطين رجل في القسم الوطني الثاني وما زالوا يطمحوا باش يمنعوا هذا حق مشروع. وعندهم منا كاس الجمهورية. أنا نفكر في بعض الأحيان فوافوار لكوراج دي ترسيلة استراتيجية قالوا تلقى المواجهة ولا نحط كل شيء لكاس الجمهورية ونعتبر نفسي بني فريق راني نكون في الموسم القادم في القسم الوطني الثاني. مستحيل يوفق بينهم ما يقدرش يوفق ما بيناتهم. ونظن أمل بوسعادة راح يكون أوفر حد. اكتبهم هذو باش تشوف يعني نهضر ما نقدر نغلط فيهم في ثلاثة مي معليش. نحط أمل بوسعادة يفوت. شكون باقي المباراة؟ الصيف والأخر اتحاد الدول يعني بلاد الدول أنا وين نعرفهم من الدول. أنا نعرف البلاد من الدول نعرفها. أنا كان مفاجأة أقصى مولودية بلادنا سي لوساندري هذا الشارم دي فوتبول هذا دوك حنا ما كانش واحد من يلعبوا مع مولودية قسنطينة. لا مولودية قسنطينة اتحاد الحجوج في بلاد الدول هذا دوك تلقى الناس كلها أصلا حسيتو حنا الألجيريان. الألجيريان حنين يمشي ديما مع الضعيف ولا مع المحقور. دونك احنا 80% دي سبورتيف والكور تربح بلي دول بلا ما نقيسوا الموك يا بليس دو مويان باش تربح. نظن ما يلعبوا في تيزي وزو وهذه وصلت الادوار متقدمه راح يكون شحنه ويكون حضور جمهور وذاك. انا نظن باللي مولوديه قسنطينه راح تمر قمه هذا الدور وش شبيبة قسنطينه. شباب قسنطينه هذا يسميهم النهائي قبل الاول. معنا شوف لك ايضا المباراه التي تلعب في الكواليس اكثر من الميدان. فريقين هما اصل الفريقين اثنين كما تشوف المشوار تاع المرحله الاولى تما متقاربين في النتائج. فريق شباب قسنطينه مو سهل المنال خارج الديار لان نتكلمنا على الدوري وين فاز على شبيبة القبائل فاز على اتحاد الحراش فاز على اهلي برج ربما عنده اربع انتصارات خارج ديار مانيش شايف فاز على الثوره فاز ومدير تعادلات كثيره دونك ويتعطر كثير في ارض ميدان وين يعتبر هذا سي اون ايكيب دو كونتر
هذا فريق هجمات مع الدفاع ما يقدرش يصنع اللعب يحمل ويمشي بالهجمات بعد تطيح المباراة. صدف تطيح المباراة هذه مع فريق اللي عنده نفس الخصوصيات، فريق وفاق الصيف ربح 4 مباريات خارج ديار مدير تعادلك، عنده أكبر عدد نقاط خارج ديار على الداخل. وش معنى ثا؟ معنى ثا كولونتون سي اون ايكيب دو كونتر. كولونتون ثاني عنده جولمي كي تري رابيد، عنده جحنيت كي في لا ديفيرونس بارفوا. وانا نطلب من الجمهور اللي تفرجتوا الحصة هذه لو جوار هذاك اكفوا معاه باكستان جران جوار ما تغلطوش، راهو ربما يضيع فرصه وجه لي وجه يضر. رانا شفتكم في المباراه الاخيره مع اتحاد العاصمه وين ضيع ديك الفرصه. انا نشوف في جحنيف سي ليسبور دي فوتبول سيتيفيا، وراه الصيف يا جماعه وخارج من مدرسه في فاقستيف. ندير لكم هذا نداء شخصي، اقفوا مع اللاعب يجيكم منه الخير بزاف. قلت كل مباراة إذا رجعنا للمستوى التقني تاع الفريقين يتقارب. ربما أسماء موجودة أكثر في شباب قسنطينة أكثر من على المدرب على وفاق الصيف. المدرب وفاق الصيف راه الشيخ سعدان. أنا ما نقوليش تقوليش أنا ما نمشيش تاع تقولي سعدان خافي. سعدان هو المدرب تاع لونتون سي كوم سا تي لونترينر دو لونتون. مادام كوم ديت عقد تاع المدرب ولازم تلقى لنا الحلول كيفاه نفوزوا على سيموندي. ونفس الشيء اللي يطلبوه ثاني ايضا سي عبد الحكيم، هي ميزه كلا المدربين اخذوا يجوا مع المنتخب من كاس العربيه تسمى دي لا فينال تاع كوب عرب سوبر كوب ما بين سعدان. انا نظن وفاق الصيف عنده اوفر، عنده حظوظ اكثر لأن عامل الأرض والجمهور عنده قيمته. نظن يعني المناصر لازم يفهم يعرف المنعرجات، لازم تعرف أن بون شوفير دو كونيتر لي فيراج. كنت عندما تعرفش لي فيراج في الطريق تتقلب 20 مرة. دونك هذا السان فيراج كو لونتون بي سوفي لا سيزون بيه، لأن مرورهم راح ربما تكون نهائي كبير. وفاق الصيف لما طاحوش القرعة القادمة مع شبيبة قبائل ولا لفت مولودية العاصمة راح يكون إما وفاق الصيف شبيبة قبائل، إما مولودية الجزائر وفاق الصيف، إما مولودية الجزائر شبيبة قبائل. ولكن تكون عندك حظوظ باش تمشي للنهائي، لأن الفرق الكبيرة كل خرجات بقى شيء واحد هو التركيز. تركيز يعني اللاعبين لازم يركزوا على المباراة، المدرب لازم يدخل تشكيلة المثالية، يدوا يتيليزي لي جوار دون لير ميور باست في الأماكن تاعهم. الجمهور لازم يوقف مع الفريق لمدة 90 دقيقة وين اختبى الأمر 120 دقيقة اي موان دو بريسيون. نظن الفريق راح يفوت التشكيل المثالي كلاعب كمسير كرئيس نادي من القرار يعني المدرب كيف يخيرها كيف يكون مع اللاعبين، حتى ان في النصيحه للاعبين كيف ان هذا الاسبوع في التحضيرات يركز في الخرجوج. عندك فراغ، عندك فراغ تاع دلهم لازمك تعوضوا، مازالت 14 مباراة في الدوري ومازالت كاس رابطة أبطال أفريقيا، لازم دلهم يفراني لو ميور جوار أو ميليو ريكيتيراتور كان قراوي فو ماتر هذاك لويز يوندو. سيوندو ما يتلعب لا غوش لا إلي غوش لا أريير غوش لا ديريير لي زاتاكون، سي أن ميليو ريكيتيراتور باسكو إلي لون على ديتونت. لي جوار دكال يجري أوبا يعرف يبعد البالون، يحب يجي من بعيد إلى تريبون فراد دو بال. دونك أنت ديرو في وضع يكون مريح ليه وين يقدر يعطيك وتستنى منه. دونك أنا النصيحة تاعي واقتراح تاعي هو دلهم قراوي زيوندو سي لي ميليو ريكيبيراتور تاع مونتون. هادو هما الزوج كون تي في كيما يقول لك لي ميليو ريكيبيراتور صحاح تبقى الاجنحه ميزيدي. كاين واحد انا ثاني نمد نصيحه وكون يسمعني نقولها له نورمال، نقولها له في التلفزيون نقول له غورمي راح نقول له انا تو ان تري بون جوار ماكش تاع الفريق
لازم تفهم بلي انت تلعب عندك مؤهلات كبيره، ولكن لازم هو سي تان جوار دونجورو سور لاب يحكم الرواق تاعه ويريح. هاي طول الانضباط التكتيكي ابقى مكانك ريح الي دروا بوندون 90 مينوت كي يحكم هو. انا نقول من انا نتبع نتفرج فيه او اغوش او في الوسط او ان بوينت ولا الفريق تسمو الناس تولي تركز عليه كثير على الكو القوه تاعو على الجناح يشد لال تاعو بروات هذاك دو طري بون ميليو ريكيبيراتور. نظن بلي اون فيرا لا ديفيرونس ديجا ميم شباب قسنطينة تدرسو سيمون دينا نعرفو ونعرفو تري تري بيان سيمون دي سيبال تيب تاع 4-2-3-1 يقول لك 4-2 ريكيبيراتور 3 سي لو كوتي اون بوينت سي لو تيب لي لعب 4-5-1 سي لو تيب لي لعب 5-4-1 يقول 5 من الاول 4 في الوسط واحد ديما سي لا باتاي دو ميليو تيران. فهمت انا كي نديرو لو زوج 2 ميليو ريكيبيراتور حنا ما نديروش نفس الخطه تاع باسكو نجو شينو ولازم نديرو الضغط على الخصم دونك اون دوا جوي حنا 2 ميليو ريكيبيراتور وتدعيم كبير للجحنات وعاود تقول من المكان. نظن ما راحش يكون وقوف الجمهور من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخرى، ما نظنش راح يكون إشكال ورايح الفريق يمر للدور القادم. هذا شنو؟ قلت أن العامل النفسي والجمهور في هذا المنعرج كما قلت اللي ما يعرفش المنعرج يتقلب أكثر من 20%. رسالة تعرف الجمهور الصيف تعرف منيح فهلس بيوم في الفريق تاعو خاصة في الظروف من هذه مرحلة صعبة كاين درجات كاين حوايج بزاف أنا الجمهور يعني تاعي تقصير اليوم الله يبارك أنا فور بيانتو ولي عمري 53 سنة كل شيء وعشت مع الفريق لشخصيف ما يقارب 40 سنة متتالية بما فيها كلاعب ومسير 23 سنة مقنع في الجمعة عشت معه كلاعب عشت معه كمسير أنصار يحبوا الفريق يحبوا يفق الصيف. أنا من تكلم عن أنصار نتكلم عن أنصار في ولاية الصيف لأن في كل مرة عندنا واحد مقولة يصروا مشاكل يقول لكم الجماعة اللي جاوا من برا عندنا ناس تاع عين السبت عندنا عين الكبيرة عندنا عين نازل عندنا عين المان عندنا البلاعة عندنا سي دي جون هذو كل يجيو وكي تشوف مباراة تخلص مباراة روح شوف الخرجات تاع الصيف تشوف الناس اللي مروحين بالسطوف وبالحافلات هذا دليل بأنه وفاق الصيف أكبر من المدينة هو ولاية وعنده حتى أنصار في الوطن. نظن أن الرسالة تاعي نمدها للجمهور يعني من صميم الفؤاد لازم يقفوا وقفة تاع راجل واحد في المباراة هذه يقفوا مع اللاعبين من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة ويشجعوهم ولازم في الباطل اللاعبين ثاني لازم يكون إرادة احترام الجمهور والإعطاء كل ما في وسعهم للوصول إلى هدف الجمهور لأن هدف الجمهور هو هدف الفرق. الجمهور يحب يكون أنا ديما نقولوا بيني كيف فوتبول عندنا جواز سفر اللي نقدموه خارجين عندنا بطاقة التعريف اللي نقدموها وطنيين عندنا ليدونتيتي سي تون كلوب ليدونتيتي التعريف تاعك الحقيقي هو النادي تاعك. نظل الجمهور لازم هذا هو النصيحة تاعي يقفوا معهم الدقيقة الأولى الدقيقة الأخرى وراح تكون النتيجة إن شاء الله في صالح وفاق الصيف وتكون الحفلة عارمة في المدينة كل ما يصير في الولاية نتكلم باسم الولاية كل الفرح يكون للولاية وإن شاء الله تزيد القرعة توقف مع وفاق الصيف الربع النهائي ونصف النهائي ولما لا راح يكون في 2014 ما دام عام تاع الانتخابات الرئاسية وعام تاع كأس العالم لازم تكون عندنا فرحة في الصيف ونفرحوا كما يقول لك ثلاث مرات ونتمنى إن شاء الله الفريق اتحاد بالعباس الصعود وراح نكون أنا وراء الصعود هذا إن شاء الله ولن أدخل من الخبرة تاعي كل ما تعلمته في هذا النادي ما جسي أني لاف دو لونتون دو سيتيف جي أبري تو لونتون دو سيتيف جي قاني تو لونتون دو سيتيف ربحت ماديا معنويا ربحت رجال ربحت الألقاب رايح كل الأشياء هذه نحطها إن شاء الله في اتحاد بالعباس. قبل ختام بقصير ما هي الهدية اللي راح تقدمها للاعبين لأن كان هناك بعض التصريحات منك انك ستتكفل بمنحه خاصه للاعبين اللي تاهلوا للدور الرابع. لا
السؤال السؤال هذا محرج. أنا قريته في بعض الجرائد أنا نقول لك صراحة أنا ما عنديش إمكانيات كبيرة باش نمد اللاعبين من خاصة. هذه وحدة قول هذه وحدة ثانيا أنا لست بمسؤول في نادي وفخصير باش نمد المنح، لأن التضارب أيضا غير لا. أنا قلت في مرحلة إذا اقتضى الأمر، وإن كان نقدروا نعاون ونتكلمك الأسبوع الماضي، قلت إن شاء الله نوقفوا مع الفريق وما زلنا واقفين معهم في قلبنا، والابن جامي يدور على والديه. هاي نقول لك صراحة إن أنا تحب ولا ما تحبش، قول ويش تحب، قول بروفيتا في لونطون، قول دار ليزافير، قول ويش تحبوا. بس أنا مستعرف، أنا مستعرف، مش أنتم اللي تقولوا، أنا مستعرف بلي الفريق وصلني إلى أبعد ما كنت أتصور. أنا غلبت ويفخصير جاني وزحم الأمراء، أنا ما بنت ولا مولو قدام منصور البلوي ولا جنبال قدام ممان ولا الدوصاري ولا مصر السعودي. سبحان الله العظيم، الوفاق هذا صنعنا، وصلنا نقول لك صنعنا لمويليان في فورس، صنعنا الربع الزوج اللي يخلق البشر، ولكن الوفاق عطانا دي زوبرتينيتي ونعرفنا الجال وعرفنا مكلينا وشربنا وحوزنا والحمد لله. وقد ما نقول لك كثر خير كي وفاق صيف ما يكفيش، هذه كلمة آخرة. نشكر السيد عبد الحكيم الصراف الرجل الذي وفى وأوفى للفريق وفاق صيف، لم يكن أيضا كلاعب فقط لكنه أيضا كرئيس نادي صنع أو مهد الطريق ليكون وفاق الألقاب وفاق الجزائر كما قلت، يقهر الأمراء يقهر الأندية العربية والإفريقية، لا ننسى أيضا أهل مصر وغيرها من ذلك مع المرحوم.